تكتبه، ولكن تشوف ايه المناسب للمريض بتاعك وتعمله. الكومبينيشن ثيرابي لا احد يجادل فيه الان، لان احنا فيست باي ميني تشالنجز بالنسبه للديابيتس. This is my disclosure. This is the symposium of Boehringer Ingelheim, and the slides are mine, but they paid for me. Okay, but this is my slides. Combination therapy, especially early combination therapy, represent the start of a new era, since the combination of lifestyle and metformin in the United Kingdom perspective of diabetes study, and then the combination of the pharmacotherapy, whatever the individual drugs, but it must have complementary mode of action and synergism. So it is a fundamental now. And this is was properly stated by American Diabetes Association in 2021 that combination therapy is necessary. It is not just a privilege, but it is necessary. Why? Because we are facing this complex disease, epidemic in nature, multiple bus of physiology, multiple patient profile, multiple hyperglycemic phenotypes, sometimes fasting, sometimes postprandial, sometimes between meals, sometimes old, and multiple complication. So diabetes is a disease of multiplicity. And when you are faced with multiple things, no single item can deal with. So this multiple phenotypes and no size of it, all of us know this. So when you are faced by your patient, please, before writing the prescription, think what is the profile of your patient. ايه موقعه من الاعراب عندك على الخريطه؟ فاعل، مفعول، مجرور، مكسور، كل ده لازم تبقى عارف قواعد النحو علشان تمضي في الطريق بتاعك من غير ما تتكعب. طيب امتى اعمل الكومبينيشن ثيرابي دي؟ As early as possible. طبعا حد هيقول لي ما احنا بنلاقي في كل الاستاديز يقول لك المونو ثيرابي وحاطينها. ده يقصد بيه الاليجابيليتي بتاع الدراج ان يبقى انت ديابيتك، انه حتى لو لوحده بيخفض السكر، بس بيخفضه قد ايه والامتى وايه اللي بيمضي جلايسيميا، تبقى قضيه تانية. يبقى ما حدش يقول ما انا بنشوف المونوثيرابي، لا، المونوثيرابي خلاص انتهى، ما عادش. يبقى احنا في الايرا بتاع الكومبينيشن، ومش بس الكومبينيشن، انما الايرلي كومبينيشن، لان الثمن كبير الحقيقه لما بنقعد نتلكع كده وناخد وقت علشان خاطر نغير مسار الديابيتس في عيالنا، بندفع الثمن، او عيالنا اللي بيدفع الثمن. تخيلوا ان لو قعدنا 5 سنين ما غيرناش، شوفوا عادل كومبليكيشن انسيدنس. طيب كومبليكيشن انسيدنس دي بعد 20 سنه ما يهمش بقى ابتديت اير، ابتديت كومبينيشن، ما ابتديتش كومبينيشن، هتلاقي ان الفروقات النو ديلي زي الديلي، يعني انت ما اضفتش حاجه. عشان كده لما يجي حتى يتكلم على الانسولين ويقول لك ما هو اصله لما ستي اخذت الانسولين رجلها اتقطعت، قول له امتى بدات تاخد ستك الانسولين؟ يقول لك بعد 20 سنه. طب ما خلاص، ما خلص الموضوع. وعشان كده كل الاستادز اللي اخذت قماشه ما كانتش القماشه دي كويسه كلها ما حققتش حاجه، والاستادز اللي اخذت الناس زي ما كان بيتكلم الدكتور ياسر والدكتور مسعيد بدري بدات تحقق معاهم، لانك انت خلاص ايش ياخد الريح من البلاط،
لو قعد العيان بتاع الدايابيتس على البلاط يعني بكل الكومبليكيشنز بتاعته ما حدش يقدر يعمل له حاجه. ف as early as possible عشان نتجنب كل الكومبليكيشنز دي. طبعا ازاي نعمل كومبينيشن؟ لازم نختار مجموعات متجانسه. المجموعات المتجانسه دي وده مصداق كلامنا، احنا لما بنتكلم بلغه واحده ادينا ثلاث ايام بنتكلم بلغه واحده، ان كل المجموعات دي تقبل القسمه مع بعضيها، وبالتالي هنختار مجموعتين من دول اللي هما الدي بي بي 4 انهبيتور والاس جي ال 2 انهبيتورز. ليه نختار دول؟ لانه احنا دلوقتي مش بنتكلم على الجلايسيميا زي ما كان بيقول الدكتور ياسر، احنا بنتكلم دلوقتي على سيستم اسمه كارديو رينال ميتابوليك سيستم، ويمكن اضافوا ليه كمان الليفر وخدوا الميتابوليزم ده حطوه في الاول فسموه ميتابوليك كارديو رينال ليفر سيستم. ليه ده كله؟ لان الديابيتس مش سمبل ديزيز، الديابيتس از ا سيستميك سندروم بتتشعب سواء في الباثوفيسيولوجي او سواء في الانسيدنس اوف كومبليكيشن. فيبقى عندنا بس مش الجلايسيميا اللي احنا محتاجينها، انما كمان عندنا ان احنا نحمي الكدني، وعندنا ان احنا نحمي الهارت، وللاسف الثلاثه او الاربعه دول انتر ريليتد. When you protect your kidney you protect your heart، When you protect your heart you protect your kidney. فاذا ما فيش حاجه المفروض تتساب. فما ينفعش حتى لما اتعامل مع عيان دايابيتيك ان انا حتى ما اعرفش الاي اي ال تي والاي اس تي بتاعه ماشيين ازاي، ولا لما يجيني سونار العيان عامله عشان كان عنده وجع في بطنه ويقول لك ايكوجينيك ولا برايت ايكوجينيك ليفر، ما افكرش هل هو فعلا ده داخل في المنظومه ولا مش داخل في المنظومه. يبقى مهم جدا جدا ان انا ابص للامور بنظره كليه، وبالتالي انا مطلوب مني مش ان انا اغطي الجلايسيميا بس، ده انا مطلوب مني ان انا اغطي باقي الاسبكت از اي كان. فاي تول يستطيع التعامل مع الثلاثه سيستم دول او الاربعه سيستم حتى لو بنسب مختلفه لازم يبقى جدير بانه يتحط على الخريطه. وبالتالي الدي بي فور انهبيتور بتعمل لي ريدكشن للهايبرجلايسيميا ويت نيوترال مينيمال تشينجز ان بلاد بريشر اندبندنت على الرينال فانكشن في الغالب، في الغالب ما عندهاش. المقصود باندبندنت هنا يعني شغلها، انما هي في الرينال فانكشن لو هي الرينال فانكشن دي ديتريوريتد لازم بعدل الدوز. فاندبندنت هنا المقصود بها اندبندنت للاكشن وليست اندبندنت لليوزج يعني. في الناحيه الثانيه الاس جي ال 2 انهبيتور اللي كنا بنتخانق عليها انا والدكتور ياسر عشان تعرفوا ان انا مش ضدها ولا حاجه، بتعمل ريدكشن للهايبوجلايسيميا ويت لوس وريدكشن للبلاد بريشر، وفي المقابل شغلها ما بيمرش بالبيتا سيل، بيروح ناحيه طريق ثاني، وده مهم جدا في العيانين اللونج ديوريشن او عندهم اكزوست بيتا سيل لاي سبب من الاسباب، ان انا ما اقدرش ابقى كومبليتلي معتمد على الامر، لانه في الحاله دي لو انا ما عنديش بيتا سيل شغاله ما عنديش اي اوبشن غير ان انا ادي انسولين. فلما يبقى عندي حاجه ممكن تساعدني يا اما انها تاخر الانسولين او على الاقل خالص تقلل الدوزج بتاعته عشان ما يحصلش ويت جين وما يحصلش هايبوجلايسيميا يبقى ده كويس. اذا الاي سي جي اللي تون هيبيتور والدي بي بي 4 انهبيتور بيبقوا الليجابل ان هم يشتغلوا مع بعض تو كومباتنج ذا كارديو رينال ميتابوليك هيباتيك سيستم. وده الجرافز دي مش عايز يعني تتلخبطوا فيها، انما دي بتوضح ان الكومبينيشن ده من الناحيه الساينتفك كويس. طب هل هو من ناحيه الريال وورلد كويس؟ هخلينا نشوف السينرجيزم ده اللي بيبقى موجود. ودي السلايد دي بتوري القضيه بتاعت الليفر سواء من اول الاستياتوزس وانتهاء بالنفل الامور بتمشي ازاي. وبعدين الكومبينيشن ده اللي هو من الامباج لفلوزن ومن الدي بي بي 4 انهبيتور
اللي هو جليكسامبي ده، ده يعني واضح جدا الشغل بتاعه على الناحيتين، سواء من ناحيه الجليسيميا او من ناحيه الميتابوليك او الليفر او الكارديو فاسكولار. هو ليه الناس بتفكر في كومبينيشن سيرم؟ عشان الايشو ده الادهيرنس. البولي فارماسي دايما دايما ينتج عنها ان في حاجات بتتلغي. يقول لك ما مش هقعد اخد بقى، اخد صبح واخد ظهر واخد ليل. وبعدين احيانا الاعيان مع كتر البولي فارماسي يروح للحاجات اللي هي ما بتوجعوش قوي او اللي هي يعني رخيصه ويخليها ويسيب الحاجات الثانيه. يقول لك لا ما هو انا شلت ده. طب اشمعنى شلت ده وخليت البي 12 مثلا؟ اشمعنى شلت ده وخليت ال 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 التونكس وهكذا. فيبقى الادهرنس هنا بيتاثر بالبولي فارماسي وبالسايد افكتس. كل ما كان السايد افكتس دي بتنتج منين؟ السايد افكتس دي دوزج ديبندنت لاي دواء. كل دواء بيزيد في الدوز لازم ينتج عنه سايد افكتس. فلما انا بدي كومبينيشن انا بستفيد من الادهرنس بان انا بقلل السايد افكتس وبدفع المريض ان هو يستمر في هذا العلاج. ده الميتابوليك طبعا اللي هو قلنا اول واحد في الارمز في الفيكسد دوز كومبينيشن، وهنشوف انه افكتيف. وده يعني مش عايز استقراء كتير لان انا بحط حاجتين، الحاجتين دول بيشتغلوا، واحد منهم بيشتغل الرينال جليكوزوريا والتاني بيشتغل عن طريق انه بيزود لي الانبوت بتاع الانسولين وبيحسن الجي ال بي 1. فانا عندي ميكانيزمز كتيره شغاله، وفي نفس الوقت ما عنديش مشكله في موضوع الويت لانهم هما الاثنين، واحد نيوترال واحد بينزل الويت، والويت عامل مهم جدا. احيانا الويت ريدكشن بيبقى بيؤدي الى انه يحسن المليه كلها اللي موجوده ويقلل السيتوكاين انفلاماتوري ميدييتورز. وبالتالي لانه الاوبيزيتي في الغالب هي انفلاماتوري ديزيز، زي ما كان بيتكلم ياسر امبارح وبيقول الاوبيزيتي ديزيز. الاوبيزيتي ديزيز والانفلاماتوري ميدييتورز بتاعتها بتلعب دور كبير جدا. يبقى السستينابيليتي كمان مهمه جدا. انا مش عايز ادي دواء وبعد شهر ولا شهرين اغيره، انا عايز ادي دواء والعيان بيأذف. عندنا تبص تلاقيه يجي لك يقول لك انا ماشي على الدواء ده من ساعه ما تشخص السكر. ايه اللي خلاه ماشي عليه؟ هو الف الشكل بتاعه جاست انك تغير حتى لو كانت نفس الكونستيتيوانت. يقول لك لا انا مش مقتنع بيه. فمهم جدا السستينابيليتي والديورابيليتي، ودي بتلاقيها موجوده ومتحققه في هذا الكومبينيشن من ال وهديكم شايفين المتفورمين جه معانا تاني اهو. يعني المتفورمين ما بعدش ولا حاجه، لانه لو الناس ما ظبطتش احنا بنحط عليهم ويقبل القسمه معاهم. ده الريدكشن، والريدكشن بتاع الكومبينيشن بيبقى دايما دايما اكتر من الريدكشن بتاع استعمال كل واحد لوحده. ويمكن الايشو بتاع الادهرنس هنا بيخش، يمكن السينرجيزم بيخش، يمكن البوتنشيشن بتاع اتش اذر بيخش. فكذا ميكانيزم موجوده. والسيفتي، السيفتي موجوده هتلاقيها في كل الاس جي لتون هيبيتورز. لا يستطيع حد يمار ان ملهاش سايد افكت. اللي يقول كده يبقى لا، يبقى بايس. انما هذا السايد افكت زي ما كنا بنقول دلوقتي تعتمد على الانديفيدواليزيشن بتاعك والسليكشن بتاع البيشنت، تعتمد على الدوز. وبالتالي زي ما انتم شايفين ان كل الكومبوننتس كلها قريبه من بعض في موضوع السيفتي. وبالتالي الكومبينيشن بتاع الامبا مع اللينا اللي هو الجليكسامبي ده اعتقد انه جدير بانه ان احنا نعتبره، اذا اعتبرنا السيفتي انه ما فيش ايشو بيقلقنا غير الورينري تراكت انفكشن. وده بيعتمد ايضا على السليكشن وبيعتمد على تعاملك مع الحاله. ولكن ارجوك لا تجبر مريضك على الاستمرار في دواء وهو بيعاني ابدا. ما تركبش دماغك ليه ما جابش نتيجه بالسيمبل مانوفرز وبالميجرز. يبقى لازم تعرف ان ده هنا السبب. ما فيش ما يمنع، لازم يبقى عندك الجرأة انك تقول خلاص انا هشيل ده. مش هتخاف انك انت، ما انا حطيته ليه؟
عشان انا عندي شريط في البيت انا ممكن استعمله. احيانا بتبقى الامور دي مقلقه جدا للبيشنت. انا اللي يهمني في النهايه ان انا اوصل البيشنت بتاعي تو ذا فاينل ديستنيشن اوف ذا سيفتي اند افويدنج اوف كومبليكيشنز. طبعا الايفيدنس بيزد على هذا الكومبينيشن كان موجود زي ما حضراتكم شايفين من الامبريك ومن الكارملينا والكارولينا سواء بالكومباراتورز او بالكومبينيشنز بتاعتهم مع بعض. وما فيش داعي ان احنا نصدعكم بهذا الكلام تاني لانه الكلام ده موجود وتقدروا انه كنتوا ترجعوا. وانه في العيانين طبعا ياسر افاض في السيجولتون هيبيتورز وتاثيرها على البروتكشن بتاع الكيدني والكارديو بروتكشن والهارت فيلير والهوسبيتاليزيشن اوف هارت فيلير. فانا مش عايز اعيد الكلام ابدا، انما انا عايز اقول انه في سوبريوريتي انك تعمل كومبينيشن. هذا الكومبينيشن يشتغل بمالتيبل ميكانيزمز. هذا الكومبينيشن ممكن يؤدي الى ديكريز الهايبوغليسيميا، ديكريز البودي ويت، بيتر جلايسيميك كنترول، تارجتنج زي ميتابوليك اند كارديو رينال هيباتيك اكسس. ومن هنا انا بشتغل ب وان دراج فور مالتيبل فانكشنز اند ذس از the benefits of this drug: renal safety, cardiovascular safety, and this will be a good tool. But please, 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 education of the patient for any new tool must be the first. And you cannot give sigillotin inhibitors. Dr. Yasser can be تكلم ويقول بقى generic بقى كتير. بس ده ما هواش ابدا يدفعنا لان احنا نكتبه لكل واحد من غير ما نعلمه ومن غير ما نقول له ومن غير ما نديله البروكوشنز ومن غير ما نقول له ايه الليميتيشنز ويشرب ميه قد ايه ويشوف قد ايه ومن غير ما نعمل احنا مونيتورنج. ولما يجي العيان يقول لنا والله خاصه الفيميلز انا بشتكي من حكه شديده او ان انا بشتكي مانيش عارف، ما ينفعش ابدا لعيان ان كنترول دايابيتس ورايح الحمام طول النهار رايح وجاي ان انا ازود له الحمل عليه بان انا ادي له حاجه تخليه يبيض في الحمام. ده ما ينفع. اظبطه الاول بس ده يبقى على الترابيزه معايا، ده فكري انا. انا خلاص هاخد المرحله دي، اظبط الاول وبعدين اخش بالطول اللي انا عايزه. يقول لك ما تكتب لي حاجه عشان تخسسني، ماشي كويس اكتب لك حاجه بس مش هتنفع دلوقتي، هتنفع لما تبقى عندك لايف ستايل، هتنفع لما اعمل كنترول الجلايسيميا وتبقى معايا على الترابيزه. ففي عوامل كتيره جدا احنا بنظلم الدراكس كتير 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 بان احنا نحطها في غير مكانها. وبالتالي انا يعني بختم بانه البينيفيتس اوف تو مهمه جدا، ولكن احيانا لو حطت في غير مكانها ممكن تبقى هازاردس. اند ثانك يو فيري ماتش. شكرا